المنتخب حاليا المانيا اقوى من اسبانيا بكثير ويتمنى مواجهه اسبان. هذه محاوله كره خطيره للثاني، هدف ثاني عن طريق ميروسلاف كلوزي. كلوزي وقع الهدف الثاني، ما اروع الهدف الثاني، الهدف الاول ملعوب، الثاني مدروس، والحارس استكلم بيلك استمتع بالكره وهي تستقر داخل المرمى. الكروس من مكاس الالمان، الدقه، السرعه، الانضباط، هذا هو شعارهم. هذه المانيا، المانيا مع المدرب لوف بايلو بارفيك. النظره من جانب هذا المدرب، منتخب هولندي يظهر باداء باهت تماما امام القوه الالمانيه. شوفوا الباس، شوفوا الراسيه من كلوزي والكره في المرمى. 2-0 المانيا. اوزيل، اوزيل اللاعب المتالق في التصفيات قام بالاسيست سبع مرات صنع هذا اللاعب 7 اهداف مع المنتخب الالماني.